باراك أوباما وكالعادة استبق تحديد موعد المؤتمر الدولي وحدد المطلوب منه وفق الرؤية الخاصة لبلاده، معتبرا أن هدفه عملية انتقال للسلطة من الحكومة السورية الحالية إلى حكومة قرر تشكيلها نيابة عن السوريين أيضا، بعدما صادر حقهم باختيار ممثليهم ورسم أهدافها وخطوط عملها وما هو المطلوب منها. كما يواصل أوباما ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون وضع أجندة ومقررات المؤتمر الدولي حول سوريا المزمع انعقاده أواخر الشهر الجاري، وذلك بخلاف بيان جنيف الذي جرى التوافق مع روسيا على أن يكون أساس هذا المؤتمر الجديد، في محاولة منهم لمواصلة ما سمياه الضغط على الحكومة السورية بكل الوسائل من أجل أن يكون المؤتمر المزمع انعقاده ممراً لشروط عجزوا عن تمريرها سابقاً من خلال الإرهاب والعقوبات والحصار وحملات التهديد والتخويف الإعلامية. ملف السلاح الكيميائي في سوريا والذي حوله أوباما إلى فزاعة تحضر حسب الحاجة، بدليل ما قاله أوباما ذاته في تصريح سابق أثار سخرية وسائل الإعلام الأمريكية والعالمية عندما زعم أن لدى بلاده أدلة على استخدام السلاح الكيميائي في سوريا، لكنها لا تعرف الفاعل ولا الزمان ولا المكان، فما تعرف إذن؟ كاميرون الذي وافق أوباما في كل ما قاله عن المؤتمر الدولي عاد إلى نغمة تزويد المعارضة في سوريا بالسلاح، فجدد دعوة الاتحاد الأوروبي إلى إعادة النظر في حظر التسليح المفروض شكليا من قبله على سوريا من أجل تزويد المعارضة به. وعلى الطريقة الغربية المعتادة حاول كاميرون التمييز بين إرهابي معتدل وإرهابي متطرف من أجل تبرير شرعنة إرسال السلاح إلى المجموعات الإرهابية في سوريا، رغم أن مراكز الأبحاث ووسائل الإعلام الغربية أقرت بأن جبهة النصرة التابعة للقاعدة هي العمود الفقري للمجموعات المسلحة في سوريا. في محاولة مستمرة لتسويق الحل السياسي للأزمة السورية من زاوية رؤية فردية غربية ومصلحة إمبريالية وبالنيابة عن الشعب السوري، تأتي هذه التصريحات الأمريكية البريطانية. يقول السوريون إنها ستفشل كما فشلت محاولاتهم السابقة.